الترشيحات خصها تكون علنيه. الترشيحات علنيه ونصوتوا
انا هي دابا دابا نديرو ثلاثه انت مع ما تصوت عليه امين المال ثلاثه الناس يصوتوا عليه ماشي مشكل انا نصرف لك الفكره مع الفكره ديال الاخ مع الفكره ديال الاخ سمير يزيد الله يجزيك يلا 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 يلا
إخوان الله يجزيكم بخير. صافي دوزوا المرحلة التصويت. دار بيضاء التقليد عليه لنور ما نسمحوش ليه امام الله ايه السبعه والله الرؤساء انا اللي ترشح راه ما خصو يخدم معنا من نيته التقليد عليه نمشي ليك لا
الناب هذا كاين الناب. لا باش كل مناب هذا. لا خلي واحد يدار الحاج قبل مني في المهم. لا لا هو احسن مني. والرأي رأيه. وكما كتشاهدوا معنا مباشرة من جمعية حي عادي العيد منتجي يقدم لكم بعض المرشحين لرئاسة العصب غادي يمثل رئيس ديال عصبة ونخلي لكم الكلمة مع كريم أجلاني ولا غادي يقدم لكم الرئيس ديال النيجان. كما كتلاحظوا الان فهم المترشحين الثلاثة الحاج جابر الحاج محمد بجر وعبد العزيز الدان رئاسة هذه العصبة اللي غيتم ترشيح الرئيس الأدنى ان شاء الله. كما كتشاهدوا نجوم حضور جمعية كاملين كما كتشاهدوا ونتمنى التوفيق. الهضره ديالي اللي كنقلبوا عليها هذاك الشيء اللي كاين. مرحبا العيد المنتقي حاضر بقوه في هذا على تاسيس العصبه اللي كنتمناو تكون من سنه المرشحين عبد العزيز وعدي الدان والاخ جابر والاخ محمد الفقر كما كتشوفوا معنا في الصوره. بعد قليل سنتم اعلان عن الفائز في هذا الترشيح. هذيك الكاميرا ديالك غادي تاخذها الله يجازيك بخير. كنسجلو حنا غنكونوا في المراقبه حنا تعال الناس لا لا حنا هذاك الشيء غادي يمر في هذا اول واحد يصوت في المراقبه من سلاي ونترككم مع فيديو اللي غيتم فيه انتخاب الرئيس.